فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول لدينا دكتور في الجامعة لما أتى باب الحيض في الفقه لندرسه قال دعوه فليس مهما بالنسبة لكم، ولم يشرحه لنا. يقول ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ التوجيه في ذلك تروحوا للعميد الكلية تقولون هذا قطع علينا المقرر، مدير الكلية هو اللي يحاسبه عند هذا، ولا هو بهواه يحذف من المقرر ما يشاء ويقرر ما يشاء، ما هو بهواه، هذه أمانة في ذمته يجب عليه يؤديها ولا يتصرف من عنده. الحيض ما هو من شانكم، من هو من شانه، ما هو من شان طلبة العلم، من يبي يتعلم أحكام الحيض إلا طلبة العلم الذين يفتون الناس ويفتون النساء، وهو حكم شرعي الله جل وعلا شرع فيه أحكاما. هذا يكره الحيض ويكره أحكام الحيض، مشكلة، هذا ما يصلح مدرس أصلا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.